شرحناها سابقا، واول موضوع عندنا هو موضوع الباس سمبل. والباس سمبل مثل ما قلنا نحن شرحناه سابقا، ترى شرحناه حتى اذا مو بطريقه مباشره، شرحناه اذا تتذكرون بموضوع الجمل الشرطيه. اخذنا الجمله الشرطيه الثانيه وقلنا الجمله الشرطيه الثانيه اذا تتذكرون قلنا الاف يجمعها ماضي بسيط، وتكلمنا هو شنو الماضي البسيط. اخذنا بالوحده الثانيه ايضا شرحنا الماضي البسيط، الوحده الثانيه شرحنا الماضي البسيط، الوحده الاولى شرحنا الماضي المستمر. بالوحده الاولى والوحده الثانيه هذول الموضوعين شرحناهم، وهسه راح نعيدهم. ايضا راح نشرح الماضي البسيط والماضي المستمر وادوات الربط اكيد اللي هي الوين والوايل والاز الى اخره. فهذه راح تكون مثل المراجعه لكم. ولهذا انا تذكرون قلت لكم الوحده الثالثه، ترى نحن من نخلص الوحده الثالثه يعني مثل ما نقول واحد يجر نفسه خلاص يعني شويه يرتاح. اللهم بس اذا عندنا يمكن الوحده السادسه شويه يعني شويه بيها كم موضوع، والسابعه يعني موضوع واحد يمكن او موضوعين مهمين جدا يعني، اذا الباقي كله خفيف سهل ما بين اي صعوبه. الماضي البسيط سبق وان تكلمنا، past simple is used to talk about something that happened in the past and finished. Something happened and finished in the past. يعني شيء حصل وانتهى بالماضي. هو هذا الماضي البسيط بكل بساطة. And to talk about the rule or to talk about the form of the sentence. وحتى نتحدث عن يعني القاعدة أو شكل الجملة. قلنا القاعدة هي يعني تكون بشكل واحد. القاعدة مالتنا تكون بشكل واحد. هي القاعدة اللي تشوفوها أمامكم. أنه نحن راح نستخدم يعني فاعل، أي فاعل بكيفنا، subject يكون بكيفنا. ما محدد. ممكن يكون على سبيل المثال ممكن يكون I, we, you, they, he, she, it كيفنا، يعني مفرد، جمع، مؤنث، مذكر، آخر، غير آخر، كله سوا بالماضي البسيط. It is always the same، يعني ما عندك مشكلة. The problem is with the verb، يعني مشكلتك أنت بالماضي البسيط هو الفعل نفسه. The verb will be in two groups، يعني هو الverb راح يكون مقسم إلى مجموعتين، جروب A وجروب B أو جروب 1 جروب 2 أي شو ما سميها. جروب A is the regular verbs اللي هي نحن نسميها الأفعال القياسية، وقلنا هاي الأفعال حتى نحولها إلى ماضي مثل ما تشوفون هنا نضيف له إيدي، فالفعل واضح أنه نحن راح نضيف له إيدي، هاي الأفعال القياسية. وطبعا هنا أنتم تشوفون هنا عندكم الفعل traveled، عندنا مثلا فعل work study listen كثير كثير أفعال كلها يكون الماضي مالتها بإضافة إيدي، أو مرات حتى نضيف دي فقط مثل الفعل لايك هو أصلاً ينتهي بالإي فأنت تضيف له دي، لاف ينتهي بالإي وتضيف له دي وهكذا. هاي الأفعال تسمى regular verbs. أما الأفعال الirregular verbs وهي هاي مشكلتنا نحن من بداية السنة وصلناكم حفظوها، الأفعال الشاذة عفواً، الأفعال الشاذة تكون بدون قاعدة، يعني ما لها قاعدة. يعني على سبيل المثال هنا لما نلاحظ هنا نشوف إنه إيش؟ نشوف إنه أنا عندي الفعل بوت، والبوت نحن نعرف هو الماضي من الفعل باي، بوت هو الماضي من الفعل باي. ضيف عليها مثلا عندك كثير من الافعال، الجو تصير وينت، الكم تصير كين، الرايت روت، سبيك سبوك، ليف ليفت وهكذا. هاي الافعال تحفظ. اكو قاعده لها؟ لا ماكو قاعده لها. فانت لازم تحفظها، لازم تعرف يعني انت من نقول نحفظها يعني شنو؟ يعني انت لازم تصل مرحلة انه انت من تشوف كلمة بوت تعرف انه هاي البوت ترى ماضي، وتعرف انه هاي كلمة باي اللي تشوفوها بالاسفل هاي مضارع. هي هاي انت من اقول تحفظها يعني انت هكذا تحفظها، يعني تكون عندك معرفة انه هاي كلمة باي ترى هاي مضارع هاي مصدر، اما البوت فهي الماضي مالتها، او حتى ممكن تكون تصريف ثالث ما عنده مشكلة. فهذا هو اللي احنا بنقول دائما احفظوه، مو مثل الفعل القياسي. الفعل القياسي ماكو داعي تحفظه، يعني انت اليوم طالب ان تجي تشوف فعل بينو ايدي بالاخير خلاص بدون تفكير راح تقول استاذ هاي الجمله ماضي، واضحه جدا. بس هنا المشكله انت عندك فعل مثل بوت، فعل مثل ويند، فعل مثل ما قلنا كيم ليفت، اذا انت ما تعرف انه هاي ماضي هاي يعني خلاص معناته احنا في مشكله، معناته احنا في مشكله كبيره. زين هاي طبعا بالنسبة ليش؟ هاي بالنسبة للأفعال الشاذة، الأفعال الشاذة. طبعا شوف الأمثلة، بسمة traveled to Qatar last week. الجملة الثانية my friend bought a new car yesterday. طبعا تلاحظون أن أنا جاي أوظف كلمة yesterday، جاي أوظف الجملة السابقة كلمة last، فإن إحنا راح نشوف بعد شوية أنه هاي ترى من الظروف التي تدل على الماضي.
وقلنا في حالة النفي subject راح نستخدم مع subject didn't ثم الفعل يكون مجرد. يعني احنا بالجمل السابقة اذا انتبهت بس ما traveled my friend bought، الجملة الأولى traveled الجملة الثانية bought، من جينا سويناها نفي تبع النفي شلون صارت الجمل، بس ما صارت did not travel did not travel. نلاحظ انه دخلنا did بس بالمقابل اللي traveled صارت مصدر travel. نفس الشيء بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لكلمة bought، من استخدمنا didn't يعني من استخدمنا did وضفنا عليها النط الفعل bought رجع إلى حالة المصدر فصار buy. هاي ليش؟ السبب قلنا لأنه هي يعني إحنا عندنا الفعل هو بالأصل إحنا did هي ما كانت did أصلاً، قلنا هي بالأصل كانت do. الdo من مميزاتها إنه تسحب الإضافات من الفعل الرئيسي، فلما شافت الفعل الرئيسي traveled شافت bed أخذتها منه، فال traveled أكيد راح يرجع مصدر travel، والدو من تاخذ الايد راح تصير ديد. نفس الحاله مع امن مع البوت. فليش انا قلت لكم انت لازم تعرف انه هي ماضي، لان انت من تعرف انه كلمه بوت هي ماضي اوتوماتيكيا انت راح تستخدم ديد باعتبار ايش؟ باعتبار انه هي كانت دو، والدو سحبت الاضافات من الفعل بوت، البوت بينه اضافات بينه ايدي، فالدو تحولت الى ديد والبوت من ازلنا منها الايدي تحولت الى مصدر فرجعت الى باي. هذا كان في حاله النفي. في حالة الاستفهام نفس الحالة، أيضا راح نستخدم إيش؟ أيضا راح نستخدم الديد، الفعل ديد. ولكن هنا نحن نعرف أن قاعدة الاستفهام نقدم الفعل المساعد على الفعل، نقدم الفعل المساعد مثل ما نشوف هنا، قدمنا الديد على السبجكت اللي هو الفاعل، ثم استخدمنا الفعل المجرد مرة أخرى. ليش استخدمت فعل مجرد؟ أرجع وأقول لك لأنه أنت بالبداية استخدمت الديد، فالديد وجودها، تتذكرون بالمضارع البسيط كنا نقول الدو والدز بالمضارع البسيط، والديد بالماضي. هذول الأفعال الثلاثة متى ما استخدمتهم في جملة، أي جملة تجي ببالك مستقبلاً، فخلي ببالك أن الفعل اللي يجي بعد do أو يجي بعد does أو يجي بعد did لازم الفعل الرئيسي اللي بعده يكون مجرد، لازم. هاي خلوها ببالكم، يعني خاف تنسى مرات، خاف يروح من بالك القاعدة، فأنت تذكر هاي المعلومة، تتذكرها أن هذول الأفعال الثلاثة do و does و did لازم الفعل اللي يجي وراهم لازم يكون مجرد، لازم يكون مجرد. هذه مثل ما يقولون نقطة رأس السطر. طبعا نشوف الأمثلة الجملة، يعني شوف أنت دائما ارجع للفعل الأصلي أو الجملة الأصلية اللي هي الجملة المثبتة هذه. بس ما ترافلت وقدر لاست ويك، من جينا سويناها استفهام لاحظ ايش صارت؟ صارت ديد بس ما ترافلت وقدر لاست ويك علامة استفهام. فنلاحظ هنا أنه نحن دخلنا الديد قبل بس ما اللي هي تعتبر سبجكت تعتبر فاعل، والفعل الرئيسي ترافلت تحول إلى ترافل بسبب وجود الديد. نفس الحالة الجملة الثانية بالأصل إيش كانت؟ كانت my friend bought a new car yesterday، من جينا سويناها استفهام صارت did your friend buy a new car last week، فهنا تحولت الـ استخدمنا did والفاعل نزل your friend ثم الفعل الرئيسي bought تحول إلى buy لأنه سحبنا من عنده الإضافات. طبعا ملاحظة بسيطة، يمكن طالب يعني يسأل أو يجي في باله سؤال، زين أستاذ أنت هنا كان عندي my، انت على اي اساس انت هنا خليتها يور؟ طبعا اكيد هاي انتم يعني يمكن في غنى عنه، واللي ما يعرف المعلومه احنا دائما نقول ما ممكن واحد يسال نفسه، يعني ما ممكن اقول مثلا did my friend، انا اوكي ممكن اقول عادي كمن ناحيه القواعد اتس اوكي، من ناحيه القواعد اتس اوكي يعني القاعده ما عنده مشكله تستخدم يور تستخدم ماي، بس هي بالمنطق الشخص لازم يسال ايش؟ لازم يسال الشخص المقابله. فمثل ما على سبيل المثال مثل ما اقول what is your name، بس انا من اسالكم اقول لك what is your name، what is your name، اي طالب راح يجاوبني راح يقول لي my name is. فهنا ايش صار؟ انه حول اليور الى my، فهي بالضبط نفس العمليه بس بالعكس. فمن اقول مثلا my name is علي، فبش مثلا من يجي شخص يسالني يقول لي what is your name، شوف فانت من اسالك سؤال يعني هنا الماي لازم تتحول الى يور لان اليور انت عاد تسال الشخص امامك. فهي هاي الفكره. مع ذلك لو يجي طالب يقول زين استاذ اخاف انا مرات انسى بالامتحان والماي بقيها ماي، هل هنا انا علي اشكال؟ طبعا من ناحيه القواعد ما عليك اشكال اكيد. فهل راح تحاسب؟ غالبا لا ما راح تحاسب. بس انا اقول لك من ناحيه الافضل من ناحيه الارتب من ناحيه الاصح ان انت تكون صحيح 100%، مو 99% لا تكون 100% صحيح انه هاي الضمائر المفروض تتحول يعني مثل ما اقول I am a doctor I am a doctor. من اقل لك سويها استفهام
مو من الطبيعي تقول لي يا دكتور اوكي، من ناحيه القواعد يا صح انه نقدم الام على الاي صح، بس من ناحيه المنطق انه ماكو شخص يسال نفسه. يعني انا بنقول اي ام تيشر، انا مدرس، انا حاليا اقول لك اي ام تيشر، يصير اسال نفسي اقول ام اي تيشر، هل انا مدرس؟ وانا اعرف انه انا مدرس، فممكن شخص اخر يسالني يقول لي ار يو ا تيشر، هل انت مدرس؟ ار يو، شوف هنا هذا الاختلاف، الاي تحولت الى يو لانه بالسؤال تختلف. هذا اللي ردت اوضحه بس، واكيد تعرفوه انتم، يعني مو شغله جديده عليكم. الظروف، الملاحظه الثانيه هي الاهم، الظروف اللي تجي مع الماضي البسيط مثل ما اتفقنا، طبعا اي ماضي، ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام، طبعا انت ما عندكم ماضي تام بس عندكم ماضي بسيط وماضي مستمر. اي شيء اسمه ماضي بالانجليزي طبعا هو past، فانت راح تستخدم معه نفس الظروف اللي هي كلمه yesterday وكلمه last وكلمه ago. طبعا اللاست تعرفون اللاست تجي مع اكثر من كلمه، last week، last month، last year، last الى اخره. الاجو نفس الحاله، الاجو دائما يجي قبلها مده معينه، مثلا 2 years ago، 3 days ago، a week ago، a month ago، يعني دائما تشوف اكو مده قبلها. وكلمه اجو احنا اللي يهمنا هي تعتبر ايش؟ تعتبر تدل على الماضي. اضف الى هذول الثلاث كلمات اللي هي اليسترداي، اللي هي اللاست، اللي هي الاجو، هاي الثلاث كلمات ما اداها احنا، يعني انت شغله بالمنطق، يعني من يجيك سنه، يعني سنه نحن هسه حاليا 2024، يجيك تاريخ مثلا يقول لك في 1950 مثلا، هاي ماكو داعي انه انا اقول لك ترى هاي ماضي، انت تعرف انه هاي ماضي، يعني هاي امور منطقيه. او بالعكس مرات اقول لك في سنه 2050، انت خلص انت تعرف 2050 ترى هاي مستقبل، فيعني هذا منطق، هذا ماكو داعي حد يقول لك انه ترى هنا، ما استاذ عمر ما قال انه لازم اذا جتنا سنه او كذا، ماكو داعي، لان انت تعرف انه سنه 1900، سنه 2000، سنه حتى 2023 هي تعتبر ماضي، خلاص انتهى الموضوع، لان انت في حاليا 2024، فاي شيء قبل 2024 هو يعتبر باست، اي شيء قبل هاي اللحظه يعتبر باست، وهذه مساله انت المفروض منتهي منها. زين، هاي بالنسبة مثل ما قلنا بالنسبة للماضي، وتكلمنا عن الفعل، الفعل قلنا ينقسم لمجموعتين، قسم أفعال قياسية وقسم أفعال شاذة، فتلاحظون هنا مجموعة من الأمثلة البسيطة، يعني أمثلة بسيطة، هاي الأفعال القياسية تلاحظون هنا شو صارت أفعال يعني شو حولناها للماضي، عندكم الفعل ستيب صار ستيبت، كررنا الحرف الأخير، الفيزيت فيزيتد، طبعا الفيزيت بدون ما نكرر الحرف الأخير، الترافل كررنا الحرف الأخير ضفنا ايدي، انجوي تبقى نفسها لأن الواي جاء قبل حرف الا، السيف نضيف فقط دي لانه انتهت بالاي، والارايف ايضا نضيف فقط دي باعتبار ايش؟ باعتبار انتهت بالاي. بالمجمل انت شوف هذا العمود، هذا العمود اللي هو باللون الازرق، شوف نهايه الافعال كلها، تلاحظ انه هي كلها تنتهي بالايدي، ولهذا السبب نحن قلنا عليه افعال قياسيه كلها تنتهي بالايدي. بالطرف المقابل راح تشوف انه هنا الامر مختلف، راح تشوف انه كلمة read وقت نفسه، طبعا مع تغير باللفظ، يعني بالمضارع لما تكون مصدر راح نقراها read، بس بالماضي نقراها read. read ال have وال has بالماضي مالتهم راح يصير had، ال bite يصير bit، ال sing يصير sang، ال write wrote، ال fall fell. تلاحظون الأمثلة، أنا متعمد جبت هاي الأمثلة، تلاحظون انه كل فعل بطريقة مختلفة عن الاخر، ما له علاقة بالاخر، يعني واحد بقى نفسه، اللاخ تغير، اللاخ حذف، يعني حذف منه حرف مثل بايت صارت بيت، اللاخ حول لك الاي الى اي، اللاخ حول لك الاي الى او، اللاخ حول لك الاي الى اي، يعني تفهم انه انت من هالنماذج هذه تفهم انه الموضوع هو ما بقاعدة، يعني انه انت لازم تحفظه مثل ما هو، لازم تعرف ان الفعل هي الماضي ملفوظ، لازم تعرف انه الروت هي الماضي من رايت، وهكذا. هذا طبعا بالنسبه لايش؟ بالنسبه للماضي البسيط. ننتقل الان الى ايش؟ ننتقل الى الماضي المستمر، وانتم تعرفون ايضا قلنا اخذناها بالوحده الاولى، قلنا الماضي المستمر اللي هو past continuous. It is used to talk about something that happened at a particular time in the past. يعني الشيء يستخدم للتحدث عن فعل حصل في وقت محدد في الماضي. احد يسالك قال لك زين تعال انت
تقول هذا ماضي وهذا ماضي، هو كله ماضي. زين شنو الفرق بين الباست سمبل والباست كونتينوس؟ بكل بساطة ممكن تجاوب وتقول الباست سمبل it is something happened in the past and finished، يعني شيء صار بالماضي وانتهى بدون ما يحدد، بدون ما يقول لك انه بوقت معين، ما وقت معين، لا هو بس بالماضي وانتهى. الباست كونتينوس لا، راح تنطينه هاي التفصيلة الزيادة، بتقول له شيء حصل في وقت محدد بالماضي. يعني مثلا واحد يسألك يقول لك انت الباحة ليش ما داومت؟ مدرس مالتك او المدرس يقول لك الباحة انت ليش غايب؟ فهنا انت لما تنطي عذر او لما تنطي سبب، والله استاذ انا ما جيت لانه كنت مريض، او مثلا ما جيت لانه كان عندي كذا كذا، هنا المفروض يكون جوابك يكون بالماضي المستمر. ليش؟ راح تقول لي ليش استاذ ليش ما استخدم ماضي بسيط؟ لانه بكل بساطه لانه انت جاي تتكلم عن وقت محدد اللي هو الباحه. الباحه تحديدا اللي هي مثلا دوامك من الثمانيه للوحده او لل 12، انت ليش موجود بهاي الوقت؟ ليش ما كنت موجود بالمدرسه؟ ليش غايب؟ فانت راح تنطي عذر، راح تنطي سبب لوقت محدد بالماضي، فاكيد راح تستخدم ماضي مستمر. Past continuous. اما القاعده فالقاعده هنا راح تقسم قسمين، عندك الاي والوي، عفوا الاي والهي والشي والات راح ياخذون واز، والواز يجي وراها فعل مضاف له اي ان جي. اما الذي والوي واليو راح ياخذون وير ثم اي ان جي، واكيد تكملت الجمله ما لنا علاقه بها، يعني تحصيل حاصل تكملت الجمله. ارجع عيدا، اي هي شي ويت راح ياخذون واز، وي يو ذي راح ياخذون وير. يعني ممكن اختصر لك اياه مثل ما يقولون بالمبسط، انه اذا كان الفاعل مالتك مفرد، إذا كان الفاعل مالتك مفرد فغالبا راح يكون ايش؟ راح يكون الفعل واس، وإذا كان الفاعل مالتك جمع فغالبا راح يكون ايش؟ راح يكون وير، والواز والوير يجي وراهم فعل مضاف له اي ان جي. قبل شوي إذا تنتبهون إذا تذكرون قلت لكم أن الدو والدز والديد يجي وراهم فعل مجرد. خذ معلومة أخرى أنه أفعال تو بي اللي هي من ضمن الواز والوير يجي وراهم فعل بين اي ان جي. هاي هم لا تنسوها، يعني هاي شنو نقول قاعده ثابته، الواز والوير يجي وراهم اي ان جي، هاي ثابته. اللهم ما عدا موضوع المبني للمجهول، هذه يعني هذا موضوع شيله بصفحه. تتذكرون المبني للمجهول قلنا الواز والوير او الاز وام ار يجي وراهم تصريف ثالث، هذا بالمبني للمجهول. انا ما اتكلم بالمبني للمجهول، انا اتكلم بصوره عامه، اي زمن اي جمله اعتياديه ما مبني للمجهول، الافعال تو بي اللي هي از وام ار المضارع والواز والوير اللي هم اليوم موضوعنا ماضي، هذول يجي وراهم اي ان جي، الفعل اللي يجي وراهم لازم يكون بينه اي ان جي. فنجي للقاعده، القاعده مثل ما تشوفون بالمثبت، اي واز جوينج تو ذا ثياتر لاست ويك، شوف حتى هنا استخدمنا لاست، قلنا لانه الظروف هي نفسها. بالنفي راح اقول هي وزنت جوينج تو ذا ثياتر لاست ويك، وبالاستفهام وير يو جوينج تو ذا ثياتر لاست ويك، يعني قدمنا الفعل المساعد على الفعل. تلاحظون انه هنا احنا ما استخدمنا لا دو، يعني ما استخدمنا ديد. ليش؟ لانه هنا انا عندي افعال مساعده موجوده اللي هي الواز وير. كثير طلاب يتوهمون بالماضي البسيط استخدم واز وير. خلوا ببالكم نقطه اساسيه وهذه يعني خذوها هالشكل، يعني بعيدا عن الموضوعين، انت لما تجيك بالامتحان جمله ما بيها فعل مساعد، وانا هنا قاعد اتكلم انت المفروض تعرف شنو الافعال المساعده، جدتك جمله ما بيها فعل مساعد، طلب من عندك نيجاتيف، طلب من عندك كويستشن، هنا انت ترى راح تدخل دو او داز او ديت. طبعا حسب زمن الجمله، اذا كانت مضارع راح تستخدم دو وداز، واذا كانت ماضي راح تستخدم ديت. هاي ايمت تستخدم هذول الثلاثه؟ لما الجمله اصلا ما بيها فعل مساعد ويطلب من عندك نفي واستفهام. اما اذا كانت الجمله بيها فعل مساعد مثل ما عندي هنا الواز وير، لا هنا الموضوع مختلف، انا ماكو داعي اجيب الدو والداز والديت، ماكو داعي. بنفس الوقت قبل شوي ايش قلت لكم اذا ما كانك بيها فعل مساعد فانت راح تستخدم الدو والدز والديد. بس ما اريد مثلا في يوم من الايام وانا شفتوها كثير ان الجمله ما بيها فعل مساعد فالطالب يدخل لي مثلا از ام ار او يدخل لي واز وير، يعني بالماضي يدخل واز وير وبالمضارع يدخل از او ام او ار، غلط ما يصير. لان انت من دخلت واز وير لازم الفعل اللي وراها لازم يكون اي ان جي، وانت من يطلب من عندك نفي او يطلب من عندك استفهام انت مو من حقك انت تغير بكيفك، يعني مو من حقك انت الفعل اذا هو منطيك اياه مصدر فانت تحوله اي ان جي، هذا مو من حقك، هو بس يطلب من عندك تعال انت سوي لي اياها نفي، تعال انت سوي لي اياها استفهام، ما قال لك غير لي من زمن الى زمن،
لا، فيخلوها ببالكم. طلب من عندك نفي، طلب من عندك استفهام، والجملة ما بيها فعل مساعد، خلاص أنت راح تختار واحد من الثلاثة، do أو does أو did. الدو والدز احنا نعرف اذا كان الفعل مجرد راح تستخدم دو، اذا كان الفعل بينه اس الشخص الثالث راح تستخدم دز، واذا كان الفعل ماضي اللي بينه ايدي او شاذ مثل ما قلنا قبل شويه فانت راح تستخدم ديد. وبكل الاحوال اي واحد من عندهم استخدمته الفعل اللي وراهم لازم يكون مجرد. اما هنا ماضي مستمر، فمن يطلب من عندك نفي او استفهام فانت اصلا عندك الواز وير موجودين، قاعده النفي تكون نضعنات مع الفعل المساعد، زين انا عندي فعل مساعد اللي هو الواز او الوير. قاعدة الاستفهام تقول نقدم الفعل المساعد على الفاعل، زين انا عندي فعل مساعد فخلاص راح استخدمه بنفسه بدون ما اضيف شيء من عندي، بدون ما ادخل دو او داز او ديت، لا ماكو داعي. فتلاحظون هنا مثلا ابسط شيء، في حالة النفي استخدمنا وزنت، يعني الواز هي موجودة فانا بس خليته لنط. وفي حالة الاستفهام قدمنا الوير على الفاعل اللي هو اليوم، لان الوير هو تعتبر فعل مساعد، فخلاص انتهى الموضوع. هذا بالنسبة للمبني، عفوا بالنسبة للماضي المستمر. تتذكرون أيضا يمكن تكلمنا عن موضوع ليش موضوع الوايل والآز، قلنا الوايل والآز يجي معاه من تجي معاه الماضي المستمر. هاي تعتبر ايش؟ تعتبر أدوات ربط، تعتبر أدوات ربط تربط الماضي البسيط بالماضي المستمر. أنت اليوم إذا تريد تستخدم الفعلين أو الزمنين اللي هما الماضي البسيط، فعل بينو إيدي أو شاف، وجملة أخرى فيها واز وير زائد أن أي إن جي، تريد تربطهم في جملة واحدة، أوكي ما عندنا مشكلة، اربطهم. بس استخدم أحد أدوات الربط اللي هي أول شيء عندك الوايل والآز، هذه وايل وآز، هذول شنو؟ هذول يجون مع الماضي المستمر. يعني الجملة اللي تجي وراها مباشرة لازم تكون ماضي مستمر، يعني تكون وراها واز وير زائد أن أي إن جي. أما بالمقابل عندك الوين والآند، فهذه تجي مع الماضي البسيط، يعني الجملة اللي تجي وراها مباشرة لازم تكون ماضي بسيط، يعني شنو؟ يعني ايدي او شاذ. هاي بس احفظها انت خلاص انت امورك تمام، بس احفظ هاي النقطة انت امورك تمام. يعني شفت وايل واز، الجملة اللي وراها مباشرة لازم تكون ايش؟ لازم تكون ماضي مستمر، يعني لازم الفعل مالتك يكون بينه واز او وير زائد ان اي ان جي. شفت وين او اند، فالجملة اللي وراها مباشرة، وانا ركز بعد اقول لك وراها مباشرة لانه ممكن يكون وراها جملتين، فانا قاعد اتكلم عن اللي وراها مباشره، الجمله الاخرى انا ما لي علاقه بيها. اللي وراها مباشره لازم تكون ماضي بسيط في حال عندك وين واند. شوف الامثله الامتحانيه راح تعرفون قصدي، راح تعرفون شنو المقصود بهذا الكلام كله. شوف المثال الاول، يقول عادل، اوكي يقول عادل sleep when I went out. عادل فعل بين قوسين عندي sleep when، شوف هنا عندك when I went out، نلاحظ ان الوين جا وراها، جا وراها الفعل went، ماضي بسيط. اذا ما دام الوين جا وراها فعل ماضي بسيط، اذا ما قبله لازم يكون ماضي مستمر. فهنا تلاحظون انه sleep صارت was sleeping، was sleeping. ليش was ليش مو where؟ طبعا اكيد لانه عندي الفاعل عادل، عادل مفرد، فمنطقيا راح استخدم was. الجملة الثانية، سالم and لؤي watch a film last night. فهنا المنطوق واضح، يعني انطاكية بالصريح، قالت أريد هذا الفعل اللي هو الwatch سوي لي past continuous. ما أوضح من هذا الشيء، طلب واضح جدا، قال لك أريد تسوي لي هذا الفعل ماضي مستمر، يعني شنو؟ يعني طبق علينا قاعدة الماضي المستمر اللي هي was أو where زائدا ing. فمبدئيا الفعل اللي بين قوسين انت راح تضيف له اي ان جي، وما قبله تضع له واز وير. فهذه الواز وير تعتمد على منه؟ تعتمد على الفاعل اللي موجود عندك. هنا الفاعل عندي جمع سالم ولؤي، اثنين شخصين، ما يصير تاخذ سالم وتعرف لؤي، ولا تاخذ لؤي وتعرف سالم، لانه هنا عندك شخصين وبيناتهم كلمه اند، يعني هذه كوحده واحده نعتبرهم واحد، اثنيناتهم يعتبرهم يعني فاعل، هو كلتهم اثنيناتهم يعتبرون فاعل، فهنا طبعا لازم استخدم وير ما استخدم واز. النقطة الثالثة، where you listen listening to me choose، اختار. هنا طبعا الاختيار الصحيح راح يكون listening، ليش؟ بكل بساطة لأنه هنا عندك where، احنا قلنا افعال to be الواز where وراها فعل ing. لو فرضنا نفس الجملة، لو فرضنا هاي نفس الجملة بالامتحان، بكان ما خلى لك where لنفترض did، سوري نحول اللغة بس did، لنفترض انه جبتك بالامتحان did you
listen ولا listening to me. طبعا هنا اوتوماتيكيا انت المفروض تختار listen. ليش؟ لان نحن نعرف ان did تسحب اضافات من الفعل الرئيسي، فالمفروض الفعل اللي يجي بعد do او does او did لازم يكون مجرد. فهذه هي بكل بساطه من كانت وير استخدمنا listening، لان الواز وير وراها ing. اما اذا تحولت الى حذف افعال do اللي هي do او does او did، فهنا لازم تاخذ فعل مجرد. الجملة الرابعة: ماري اند كريستين واز ولا وير ولا ديد هافينج ا فيكيشن لاست ويك. هنا اول شيء الفاعل عندك ماري اند كريستين جمع، منطقيا الواز لازم استبعده لان الواز تجمع المفرد. يظل عندي منو؟ يظل عندي الوير ويظل عندي الديد. اذا نحن نعتمد فقط على الفاعل اللي هو الماري وكريستين فاثنيناتهم صح. اذا نحن بس اعتمدنا على الفاعل، لأن نحن نعرف أن الماضي البسيط اللي هو الإيدي أو الشاذ يجي مع الكل، قلنا يجي مع المفرد ومع الجمع ما عنده مشكلة، والوير تجي مع الجمع. إذن هنا ما رح نصل إلى نتيجة، فلازم نعبر وراء الفراغ وراء الاختيارات. راح أشوف أن أنا عندي إيش، راح أشوف أن أنا عندي فعل بنوع ING having، فما دام عندي ING فأكيد أكيد راح أختار الوير، لأن الوير يجي وراها فعل مضاف له ING. أما did فأكيد يجي وراها فعل مجرد، وانا ما عندي فعل مجرد فراح اختار اكيد الجواب الصحيح اللي هو وير. النقطة الخامسة يقول when I arrive everyone watch the match. منطوق السؤال correct the verbs، صحح الافعال using مستخدما past simple or او an past continuous، يعني صحح الافعال واستخدم ماضي بسيط وماضي مستمر. فقط انت لازم تعرف من الماضي البسيط ومن الماضي المستمر. هنا طبعا انت شو راح تعرف؟ راح تعرف من خلال وجود الاداه وين. احنا قلنا الوين الجمله اللي تجي وراها مباشره لازم تكون ماضي بسيط اللي وراها مباشره. فمن وراها مباشره عندك ارايف، والارايف احنا نعرف انه هو فعل قياسي فقط ضيف له دي فتصير ارايفد. اما الجمله الثانيه اللي هي بعد الفارزه فهذه راح تكون ماضي مستمر، فالواتش راح تصير was watching. was watching هذا هو الماضي المستمر. الجملة الأخيرة I cleaned the house while you were you play your video game. أيضا طلب من عندي correct صحح. هنا ليش راح نعتمد؟ أكيد راح نعتمد على كلمة while. هذه while، لاحظ الwhile شكو قبلها؟ أكو قبلها cleaned ماضي بسيط، وإحنا قلنا لك while جراها مباشرة ماضي مستمر. فال you راح استخدم معاها were playing لانه عندي you، اليو تاخذ were فتصير you were playing. you were playing your video game. طبعا لهنا هذا كان ماضي بسيط. وهذا نجي للموضوع اللي بعده. الموضوع اللي بعده طبعا انا وجهة نظر شخصية هي فقط، انا اعتبره اسهل الزمن باللغة الانجليزية هو المستقبل البسيط، اسهل ما يكون، لا بينه شواذ، لا بينه مثل ما نقول ملاحظات كثيرة، ما بكل شيء، هو قاعدة واحدة بس فهمنا انتهى الموضوع. بس المستقبل بسيط اللي هي فيوتشر، كلمة فيوتشر هي تعتبر مستقبل. فيوتشر سيمبل، مستقبل بسيط. المستقبل البسيط يكون بكل بساطة، أنت اليوم تريد تسوي مستقبل، أنا أعطيك من الأخير يعني تريد أي جملة تسويها مستقبل، بس جيب الفعل الرئيسي مالتك، خلي قبله الفعل will هذا اللي هو الفعل الناقص will. أي جملة تجي ببالك أنسى أنت، أي جملة تجي ببالك تريد تسويها مستقبل، بس خلي كلمة will قبل الفعل الرئيسي. والفعل الرئيسي إذا كان بينه إضافات فأنت حوله إلى مجرد مصدر، رجعه مصدر بس، أضمن لك أن الجملة تحولت إلى مستقبل. خلاص أرجع وأعيده، أي جملة تجي في بالك أيا كانت الجملة تريد تسويها مستقبل، الأمر بسيط جدا، جيب كلمة will هذا الفعل will اللي هو الفعل الناقص، خلينه قبل الفعل الرئيسي، والفعل الرئيسي رجعه إلى حالة المصدر، إذا كان هو ما مصدر فأنت رجعه مصدر وبس، الجملة كلها تحولت إلى مستقبل. والمستقبل شنو معناته؟ معناته للتحدث عن شيء محتمل الحدوث في المستقبل، بس هو هذا معناته، تتكلم عن الاحتمالية والتوقعات بالمستقبل.
نجي نشوف القاعدة. القاعدة يعني شوف تلاحظون القاعدة مش قد سهلة. subject فاعل، يعني فاعل أيضا هون بكيفك، مفرد جمع مؤنث مذكر عاقل غير عاقل بكيفك. خلي وراه will، will راح يجي وراه فعل مجرد infinitive مصدر، مجرد مصدر مصدر وبس. شوف المثال I will pass the exam، أنا سوف أنجح في الامتحان بس. في حالة النفي طبعا أكيد هنا عندنا فعل مساعد اللي هو الويل، أجيب النط أخليها مع الويل وانتهى الموضوع. فتصير الجملة she will not، إما تكتب النفي مال النط مال ويل بهالطريقة will not، أو بالطريقة المختصرة تبع عليها شلون تنكتب won't، لأن مرات تجي بالوزاري يعني يطلبها من عندك يقول لك الويل نوت شلون تختصره، فشوف عليه انتبه عليه وونت تنكتب بهاي الطريقه. وفي حاله الاستفهام خلي الويل بالبدايه قبل الفاعل، والفعل مجرد يبقى نفسه. فقاعده ماكو اسهل من هذا الزمن ابدا ابدا باللغه الانجليزيه كلها، اذا تفر بالازمنه كلها هذا اسهل زمن، لان لا بشواذ لا بافعال مثلا غريبه عجيبه، لا لا هو بس ويل والفعل اللي وراه يكون مجرد بس، يعني حتى الفعل اللي وراه ما يكون بتصريف او كذا، لا بس هو مجرد، هو مجرد لا تضيف له اي اضافه، كل شيء لا تسوي له هو مثل ما هو نزله. الظروف اللي تيجي مع المستقبل اكيد عندك كلمه tomorrow، كلمه next، وكلمه soon. مثل ما حكينا بالماضي قلت لك انا ماكو داعي اذكر لك مثلا تاريخ قبل 50 سنه، قال لك انه هاي ترى ماضي، ما انت تعرف انه هذا ماضي. هنا نفس الشيء، ماكو داعي انبهك انه مثلا سنه 2100 2050، يعني ماكو داعي اقول لك 2050 ترى المستقبل، انت تعرف انه هي مستقبل، يعني الامر واضح جدا يعني. او مرات تستخدم عباره in the future، يعني هذه ماكو اوضح منه، هو اقول لك في المستقبل in the future، فخلاص انت اوتوماتيكيا تفهم انه هاي الجمله لازم يكون بها will زائد فعل مجرد. يعني موضوع جدا جدا واضح. زين الامثله الامتحانيه طبعا اكيد الموضوع مالك انت، موضوعك سهل فاكيد الامثله الامتحانيه راح تكون سهله ايضا. شوف الامثله، بس المثال الاول قال لك سمير attend the graduation party tomorrow. tomorrow انت من شفت tomorrow خلاص. future هو طبعا بين قوسين طلب من عندك، قال لك سوي لي future مستقبل باستخدام will، واحنا قلنا القاعده بس كل اللي عليك انه تجيب الويل وتخليه قبل الفعل الرئيسي وتشيك بس هكذا. اذا كان الفعل الرئيسي به اضافات فانت الغيها الاضافات، رجعه مجرد وانتهى الموضوع. طبعا هو غالبا اصلا الفعل اللي يجي بين قوسين هو غالبا غالبا يجي ك اصلا يجي مجرد، فانت كل اللي سويته الاتند راح تصير ويل اتند بس، هذا خلص الموضوع. الجمله الثانيه نفس الحاله، عندك بيجن تصير ويل بيجن، انتهى الموضوع، لأنه هو طبعا نفس الطلب من قال لك فيوتشر باستخدام ويل. هنا ويل علي جوز ولا جو جوينج تو ذا مول سون، طبعا اكيد احنا اتفقنا ان الويل يجي وراها فعل مجرد فاكيد راح تختار جو. نكست ويك، هنا شوف هاي لعبك على النقطة، عندك هنا كلمة نكست، نكست تدل على المستقبل، فهل انا اختار فعل مجرد ترافل لو ترافلينج اي ان جي ولا ويل ترافل؟ فاكيد لازم تختار مع النكست ويل، will travel. النقطة الخامسة طبعا نفي it will be cool and rainy tomorrow، قلنا في حالة النفي نضع نط مع الفعل المساعد، الفعل المساعد موجود الويل، فكل اللي راح تسويه تضيف نط مع الويل وانتهى الموضوع. النقطة السادسة when you have a math lesson، شوف هنا يعني حاولت ايش قد ما الموضوع سهل حاولت انه بس القي لكم طرق مختلفة للاسئلة. هنا طلبت من عندك use will to make a question، استخدم will لعمل سؤال، هو سهل جدا، يعني انت كل اللي راح تسويه ما عندك هنا يو هاف، بس خلي الويل قبل يو بس، هذا خلص. فتصير الجمله وين ويل يو هاف، لان راح تقدم الويل على الفاعل اللي هو يو وبس. النقطه السابعه ايضا ايل، شوف هنا ايل ستدي هاردر فور ذا نيكست انجلش اكزام كويستشن، ايضا هنا حاولت اصعبها وهي سهله، بس حاولت انه اختصرت كلمه ويل وكتبتها بهاي الطريقه ايل، وطلبت من عندك question، فأنا لازم الطالب ينتبه إنه هنا I'll هي بالأصل هي will، I will، فهنا راح يصير will you study harder for the next exam English exam. بس هذا كل ما يخص موضوع the future.
ماذا تبقى لدينا؟ That's it. That's it. هذا كل ما يخص